ايه رايك في التعصب اللي حصل بين لعيبه الاهلي والزمالك بعد ماتش؟ تعصب بين لعيبه الاهلي والزمالك هو يعني هو حاجه ما تنفعش. يعني الزمالك والاهلي يعني المفروض ان هم فرقتين كبار، يعني ما ينفعش يحصل بينهم. المفروض يبقى فيه روح رياضيه بين الفرقتين، المفروض يكون يعني حتى علشان احنا بنلعب الماتش السوبر ده كنا بنلعبه بره، يعني في دوله مش في بلدنا، المفروض برضو يبقى شكلنا قدام الدوله اللي احنا فيها برضو ان احنا نكون يعني عندنا برضو روح رياضيه او الكلام ده كله. بس لا طبعا ما ينفعش يكون في تعصب خالص، بالذات ان احنا كنا بنلعب الماتش بره. يعني المفروض كل الروح الرياضيه والاخلاق ما بين اللعيبه ما بين الاهلي والزمالك، وزي ما هو ما قال كهربا كان بيلعب في نادي الزمالك وهو طارق حامد، فما كانش ينفع خالص الاثنين يشدوا مع بعض. لا والمداخلات كلها والماتش اصلا يعني كان ما ينفعش نعمل كده، لان احنا في بلد غريبه فما ينفعش ان يكون في الفاظ وفي شتايم وفي كده. الزمالك كسب نقول له الف مبروك، الاهلي خسر نقول له هارد لك، انما كل اللي حصل ده ما كانش ينفع. لا الاثنين يعني الجماهير يعني ده مع ده بيضربوا بعض، يعني مش كده المفروض الاهلي والزمالك المفروض بدون جمهور خالص، ولا سوبر ولا دوري، عشان كده بيكسروا يعني كده شبه مصر كده بنظام ايه يعني، والناس اللي بتوع بره دول يعني بيتفرجوا علينا والكلام دوت. ما ينفعش بيحصل من الاهلي والزمالك ده، دي بيشوه سمعه مصر حتى بره، ده كده بيدوا صوره عن العالم العربي والعالم الخارجي المصريين قلالات ادب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا تابعنا لقاء السوبر المصري اللي هو لقاء كان يستمتع به الجماهير المصريه والافريقيه والعالميه في كل مكان وزمان، انما هناك اتفاجئ الجميع بحاجه سيئه جدا يمكن اثناء المباراه وبعد المباراه، ودي كانت حاجه سيئه جدا لكره القدم المصريه. سببه شحن من بره، شحن من قبل الماتش، يعني في ناس هنا شحنت الفريق وهنا شحنوا الفريق، زائد خروج كهربا من فريق الزمالك لوجوده في الفريق الاهلي، دي كانت في غضاضه بين الجمهور وبعضه. اهلاوي انا بقول الف مبروك للزمالك وهارد لك للاهلي، والبطولات جايه كتير. طريقتهم ما ينفعش لان هم الاثنين مصريين مع بعض، فدي كانت طريقه عنصريه من الفريقين واللعيبه، واللعيبه مع بعض صحاب واخوات بره، فما كانش ينفع يحصل ده. والله سبب المشكلة أصلا كهربا، من ساعة ما نزل هو اللي ضيع يعتبر الماتش من الأهلي، الماتش كان للأهلي من أول الشوط الأول.